تمام. فكنا بنحكي هون عن السيستمز دي ار، في عندنا ديترمينستيك محدد ما فيهوش راندوم كومبوننتس، في عندنا بروبابيليستيك اور بنسميها ستوكاستيك سيستمز، اوكي، اللي فيها اما كومبوننتس من تركيب السيستم بيكون سم راندوم كومبوننتس اور انبوتس بكونوا ايش بكونوا راندوم. ديترمينستيك سيستم اعطيكم جاست اكزامبل عليه، كل السيستمز اللي اخذتوهم بالفيزيكس، كل السيستمز اللي اخذتوهم بالسيركتس، هذول بسميهم ديترمينستيك سيستم لانه بتطبق عليهم الايكويشن. يعني هلا في عندك الاكزامبل اللي هو البارتيكل اللي موفز على الاكس اكسس اجين، هلا اذا انه كان بارتيكل اوكي وسمول بارتيكل وشيء زي هيك، يعني وهو ات موفز يو كان بريدكت. ايش يعني بريدكت؟ اوكي، يعني بتعرف بالضبط انه بعد ربع ساعة ونص ساعة وين راح يكون من ناحية ايش مسافة، اذا طبعا كان عندك الفورس اللي عليه معروفة وهكذا، اوكي، والماس تاعته بتعرف اكزاكتلي وين راح يكون، شو سرعته. اجين هذول ديترمينستيك سيستم. مش بس هلا الاكزامبلز اللي اخذتوهم بالديجيتال ديزاين بالاورجنايزيشن، الكمبيوتر سيستمز هذول عبارة عن ديترمينستيك سيستم، عشان هيك كان منكم ينطلب منكم تعمل ديزاين لإشي أو تعمل أناليسيس شو الأوت بوت، وكان ممكن الأوت بوت يطلع 16 بت أو 8 بت، وإذا أخطأت بت واحدة كان السؤال كله ينشطب عليك، صح؟ هيك كان الدكاترة يصلحوا لكم. Why is that؟ هل هم because they are harsh on you يعني بالعمدة فيكم؟ No. هلا هذلاك السيستمز الكمبيوتر سيستمز أصمم بروسيسور، أصمم ديجيتال سيستم، it has to be deterministic. Okay؟ فأجل فيكون هو it is deterministic إذا دخلوا الانبوت X بعرف الانبوت Y. Okay؟ Exactly. في عندي whatever state machine بالبرضو بالديجيتال بعرف إنه إذا أنا بستيت A وجاني الانبوت 1 0 1 1 1 0 0 بعرف بأي state راح أكون مثلا بالكلوك العاشرة or whatever. هذول بنسميهم deterministic system. Okay, I can predict them fully. Okay, but in life حكينا it is not deterministic. You are aware of this. في شغلات كثير باللايف مش deterministic. Okay, بديش أفوت باللايف بشكل عام. Just أعطيكم one example على الأشياء اللي هو again. هلا أول ما تركب بالسيارة you have to put seatbelt. إحنا طبعاً ممكن ما بنعمل الشغل الإشي. أو مش بس كمان هلا إحنا because we are بالسيتويشن الكورونا فيروس لازم لما تروح على مكان مكتظ تلبس إيش الفيس ماسك. شو أوكي ليش بنلبسهم؟ ليش بنلبس؟ أوكي خلني أسألكم ليش لازم نحط we have to wear الفيس ماسك أوكي or we have to put seatbelt لما أول ما نطلع بالسيارة. Why we do that? Yes, guys. حماية أنفسنا، ما بنعرف مين يكون ممكن مريض بالمرض، فاحتمالية اللي نصادفه أو نقابله يكون حامل. مش الهدف إنه we protect، مش هلا اللي هو seat belt مش شرط it will protect you. Okay، هلا بقدر again أنا أعطيك general probability. Yes، ممكن أعطيك هلا 5 examples إذا بتكون حاط السيت بيلت راح يضرك أكثر مما ينفعك. أوكي، ممكن هلا إذا السيارة لا سمح الله rolled over، أوكي، إذا أنك مش حاط السيت بيلت ممكن أنك get ejected من الكار، راح يصيبك إصابات، بس غير أنك لو أنها السيارة مثلا rolled over بإيش valley، بالعكس هيك كذا ممكن انه يضرك، وفي سيتويشن ممكن اكثر. بس بنيجي بنحكي انه اللي صمموا السيت بيلت عملوا ذيس كايند اوف اكسبيرمنتس، عملوها مش حكي اجين، طلعوا مش حكي، عملوا اكسبيرمنت زي هيك، لقوا انه اجين هلا الارقام انا مش متذكرها، بس اجين سمثينج لايك ذس 95% سيت بيلت بحمي، 2% بالسيتويشنز بضر، و3% لا بحمي ولا بضر، يعني حاط ولا منحش حاطه ذا سيم ثينج. هلا احنا ما بنروحش على 2% واللي هم الاكزامبلز اللي كنت ممكن اعطيكم اياهم، احنا بنروح وي بيس اور ديسيجن اجين، طلعوا واي وي ستدي البروبابيلتي تو بيس ديسيجن اجين، يصير عندنا انفورميشن، يصير عندي نمبرز، وبيس عن النمبرز اللي عندي بعمل انا ديسيجن، بتخذ قرار.
فلما احط السيت بيلت باجي بحكي انه 95% اللي هي الاحتماليه الاكبر بكثير من 2% او ال 5% اللي هم 2% بضر وال 3% لا بضر ولا بنفع، فاي جو وذ ال 95%. نفس الشيء الفيس ماسك، اوكي ممكن اروح على مكان مكتظ وما فيهوش ولا واحد مصاب، فاجين لو اني لابسه او مش لابسه اتس ذا سيم ثينج، وحتى واذا اني لابسه بالعكس ممكن يضرني لانه بيقلل الاكسجين علي وممكن انه يعمل لي مشكله. اوكي تمام، واذا اني بطلع درجه على السريع ممكن انه ايش اسمم بالسي او 2 او اختنق. اوكي تمام، او هيك، او ممكن تروح على مكان مكتظ ويكونوا كلهم مصابين، واذا انك رحت على المكان المكتظ لا سمح الله كلهم مصابين، الفيس ماسك انك لابسه او مش لابسه ممكن اكيد راح تنصاب، بس ممكن انه يقلل، نحكي ممكن with probability again. فاحنا بنيجي وي بيس او again بنيجي نحكي اذا بروح مثلا على المول وبكون في اكثر من 200 شخص في higher probability again، في probability مش شرط higher، في probability معينة انه في some of those people ممكن هو مصاب وهو مش عارف. اوكي تمام تمام. هلا نفس الشيء اني اكون لابسه versus اني مش لابسه، طبعا هاي it's fact this is scientific fact. اوكي لا سمح الله guys قدر لي مثلا اني انا اصاب بكورونا، كيف I get dosage من الفيروس، يعني اي قد تسد اخذت جرعه من الفيروس المحيط انا كنت فيه. اوكي في فرق كبير، اجين على الجهتين انا راح انصاب كورونا، بس في فرق كبير انه الجرعه اللي اخذها من الفيروس تكون كبيره جدا لاني مش لابس الفيس ماسك، اور ايش تكون قليله جدا لاني انا لابس الفيس ماسك، فبقلل ايش راح يقلل الدوسج اللي انا باخذه. هو بصير فرق انه مثلا يصير علي أعراض بسيطة versus I need to be admitted للهوسبيتال لا سمح الله. واضح؟ فأجين هاي أجين why أجين life أجين فيها كثير random components، مشان ما نضلش نحكي عن life وتيجوا تحكوا أوكي أجين people like this. هلأ برا بيجوا بأخذوا أشياء زي هيك وبيعملوا لها model. أوكي يعني الأشياء الموديل اللي حكيت لكم قبل شوي، إذا أنا في عندي مثلا مدينة ونسبة المصابين فيها نسبة، لما تحكي نسبة اللي هي percentage نفس كلمة probability. هلأ في again إذا بدي أعمل مثلا حجر أو ما أعملش حجر كيف إنه راح ينتشر المرض، this is system again this is بيعملوا equation out of that، بيستخدموا فيه the statistics، بيستخدموا فيه the probability is heavily used in that. أوكي لأنه حركة الناس إيش I model it بعشوائية. أوكي تمام، خليني الآن guys أعطيكم example مش just in real life example. again تيجوا بتحكوا إحنا تخصصنا يا هندسة كمبيوتر يا هندسة إيش شبكات وأمن الشبكات، طيب شو دخل probability بالتخصص تاعنا؟ لأنه إحنا بدنا نضل نعمل programming، بدنا need to design digital system، والديجيتال سيستم هلا قبل شوي حكيت لكم this is deterministic system، أو بدي أنا again مش السيستم الشرط يكون هاردوير، السيستم again الكورسات البروغرامينج اللي اخذتوها من السي بلس بلس اللي اخذ يونكس شيل اوكي اور اللي باخذ بايثون او اللي راح ياخذ بايثون، ذاتس ا سيستم انك يو بيجي انك تكتب بروجرام تو دو ساتش اند ساتش، ذس از سيستم وذس از موديل. اوكي للسيستم هذاك السيستم لازم يكون ديتيرمينستك، عشان هيك اذا بتكتب بروجرام بيطلع لك اوتبوت عشوائي again هذا البروجرام تاعك ايش راح يرمى، ما حد راح يشتري منك. اوكي لازم السيستم يكون ديتيرمينستك، فبتيجي بتحكوا هلا معناته كل الهاردوير وكل السوفت وير لازم اللي هو الالجوريثمز والبروجرامز لازم يكون ديتيرمينستك، معناته احنا تخصصنا ما لهوش دخل بالبروبابيلتي. خليني اعطيكم هون اكزامبلز واكزامبلز بس بالكمبيوتر سيستمز وين البروبابيلتي اجين وين ات از يوزد بسيستمز. اوكي ليت مي الان شير وذ يو with you PowerPoint slides. هذول دائما كنت أشرحهم أول محاضرة، بتون قررت إنه أشرحهم متى. I'm getting the message internet unstable. Guys هلا إذا صوتي بروح أو إشي زي هيك بالشات just اكتبوا لي بالشات إنه الصوت مشان أوقف عن الحكي ما يروحش عليكم حكي. تمام good. هلا good
just هذول motivation examples. كنت دائما احكي لهم للطلاب اول محاضره مع السيلبس، بس ما كانش عندكم حد حاضر كثير، فقلت خليني اخرهم الان. اعتقد مكانهم ممتاز، اوكي، لان بنحكي عن الماثيماتيكال موديل اوف اكسبيرمنتس اور ريال لايف سيستم. جايز هلا كلكم بتستخدموا جوجل صح؟ فيش حد ما بيستخدمش جوجل صح؟ اوكي. تمام، كلكم بتستخدموا جوجل اللي هو سيرش انجن. اصلا اول شيء بتفتحه بالانترنت جوجل، حتى لو انك تعرف الويب سايت اي ليرنينج، واذا انه مش عندك بالهيستوري بتروح على جوجل بتحط له جاست اي ليرنينج بيطلع لك اياه ايش اول اوكي اول ريزلت. اوكي هلا طلعوا عمليه اجين. جوجل عباره شو؟ داتابيس لايش؟ لكل الويب بيجز اللي بالدنيا عنده، مخزنهم عنده. فانت بتطلب تيرم، فبروح بدور على تيرم معين، اذا مثلا بدور على سياره على جامعه معينه، فبروح بدور بالداتابيس كل الفايلات اللي عنده اللي هم كل الويب بيجز بتاعون الدنيا، وبشوف وين هذول موجودين. فبيكون عنده ست، طلعوا ست، والست ان اوردرد صح، ست اوف بيجز وين التيرم بتاعك اللي انت دورت عليه وين موجود. اوكي بس بيجي وبيطلع لك اياهم اوردر، فاجين هو بيكون عنده ست، بعدين بيطلع لك اياهم بليست اللي هم الريزلتس. وبالعاده احنا دائما بنلاقي الريزلتس تاعونا باول خمسه صح ريزلت. ما بعرف اذا عمره حد من كره اضطر يروح على الصفحه الثانيه والصفحه الثالثه. اوكي هلا لما جاب التيرم هاب انه موجود بعشر صفحات او الف صفحه وجرتب لك اياهم، هاي بنسميها الرانكينج. طلعوا ranking or sorting algorithm. It's called ranking or sorting algorithm. Page on مش page اللي هي الويب بيج، page اللي هو مؤسس واحد من الاثنين، مؤسس اسمه لاري بيج، مؤسس شركة جوجل اللي هو طلع بالالجوريثم انه كيف اعمل sorting. قبل جوجل في كانت شركة ياهو اللي هلا almost انقرضت، كان في عندهم search engine again وكانت giant، يعني عبارة عن شركة عملاقة. اوكي كان اوكي كان كيف يعملوا السيرش؟ لما تطلب انت تيرم يجي يجيب لك الست اوف ريزلتس ويعرض لك اياهم، ولا يعمل لك لهم سورتنج، ولا يعمل لك لهم رانكينج، ولا فانت مهمتك انك تروح تعمل سيفتنج، تنخلهم شو اللي بيفيدك وشو ما بيفيدك. اجى هذا بيج، اوكي لاري بيج وزميله كانوا يدرسوا في جامعه ستانفورد، اجوا حكوا انه بدنا نعمل هذول الريزلتس اللي بيرجعوا بدنا نعملهم سورتنج حسب الريليفنس للشخص. اوكي انا بقى بدور على شيء يطلع لي الشيء الريليفنت مشان اوفر عليه وقت. اوكي فطلعوا بالسورتنج الجوريثم، اوكي اللي هي اور رانكينج الجوريثم، اتس الجوريثم تاعتهم. طبعا راحوا على شركه ياها مشان يبيعوهم هاي الالجوريثم. اجين هذول شركه ياها مغرورين بنفسهم، جاينت كمباني عملاقه مليونز اوف دولارز، جايين عليهم طالبين جامعه اوكي بعدهم مش مخلصين جامعه وبدهم يبيعوهم الجوريثم. فضحكوا عليهم، مش يعني ضحكوا عليهم، قالوا لهم انتم قاعدين تخبصوا روحوا عنا. شو اجوا هذول لما راحوا؟ يعني طردوهم من باب الشركه، راحوا اسسوا الشركه الخاصه فيهم والشركه اللي هي جوجل. طبعا هلا ياهو انقرضت وجوجل بليونز اوف دولارز. طلعوا جست قبل سنتين تقريبا، اوكي قديش كانت الفالويشن تاعت جوجل؟ طلعوا this is billion not million. اوكي just من simple idea. اوكي البيج رانك اوكي عباره عن لينك اناليسيس الجوريثم تو ميجر الريليتيف امبورتنس. مش اجين الويب بيجز الريليتيف امبورتنس مشان يعملهم سورتنج، الشيء اللي امبورتنت يحطه فوق والاقل والاقل. اوكي اللي هم within a set of documents اللي هم الويب بيجز عباره عن set and ordered، بس هو بده يجي يعملهم ايش ordering حسب الimportance. طلعوا البيج رانك، it's probability distribution. شان probability distribution هذا اللي راح نيجي نحكي عنه بشابتر 2. اوكي to represent the likelihood of a person again. هلا اعتبر هذول web pages وهذول الاسهم عباره عن links between again يكون انت web page بتضغط على link بتروح على web page ثانيه وبعدين وهكذا. هلا اجوا عملوا model لكل الانترنت هذول web pages والاسهم هذول عباره عن لينكس اللي هم الهايبر لينكس.
عملوا موديل طلع probability probability PR probability again. هلا كيف again بديش أعطيكم بدناش نفوت تون شو تفاصيل الالجوريثم تاعتهم بس again أعطيكم إيش just sense شو هي هاي الالجوريثم تاعتهم. أوكي عبارة هلا أنا إذا عندي web page أوكي إذا الويب بيج هاي تاعيتي أو خلنا نيجي نعمل اللي زي الفيسبوك فريند إذا أنا شخص وعندي مليون فريند وفي شخص ثاني عنده تو فريند بالعادة مين اللي بيكون امبورتنت طبعا فريند مش أنا اللي عاملهم الناس هم عملوا لي فريندينج أوكي واضح من هون إنه الشخص اللي بيكون عند الناس عاملين له they are following him من فيسبوك أو تويتر أوكي أو الويب بيج وعاملين لينك عليها معناته هاي إلها إمبورتنس كبير جدا لأن الناس they are following him على عكس الفيسبوك أكاونت والتويتر أكاونت اللي عليه just two followers أوكي بس مش the only مش the only major هلا افرضوا إنه أنا عندي تويتر أكاونت أو فيسبوك أكاونت وعندي just two followers والفولورز هذول واحد من أهلي والفولور الثاني عبارة عن الملك وواحد ثاني غير زميلي في عنده على الفيسبوك أو على تويتر 300 فولور بس كلهم ناس عاديين الفاميلي تاعينه والطلاب تاعينه مين بصير important أكثر أوكي هلأ أنا لأنه الملك عامل لي following بعطي الويب بيج تاعيتي importance أكثر فأجين طلعوا الimportance بعدد الفولورز اللي following a page or account plus قديش الشخص هذاك اللي عامل following قديش هو الimportant تاعه again جوجل algorithm it's all about this طبعا أول ما بلشت هلا صار يختلف هلا إذا أنت بتدور على term وواحد ثاني بالسويد أو بأمريكا بدور على نفس التيرم بيطلع له results مختلفة طبعاً ليش؟ لأنهم فيهم factors أكثر الفاكتورز اللي هم بأخذ الجيوغرافيكال area بعرف من الIP address أنت وين ساكن بيطلع لك الإشي الimportant إلك مش بس هيك على الهيستوري تاعك it builds history إلك هلأ إذا اليوم وانت بالأردن تعمل سيرش على تيرم وعمل سيرش تيرم بكرة أو كمان أسبوع رح يختلف الريزلتس لأنه again الالجوريثم تاعتهم it evolves و it is learns من يجب نحكي learns تتعلم من الهيستوري okay again but the substance تاعها it is all about طلعوا it is all about probability distribution طبعا هاي رح نيجي بعدين بآخر الفصل نيجي نحكي this is continuous time Markov chain رح ندرس ال continuous time Markov chain ونشوف إنه how we can model طلعوا this is real life system كيف real life system system these are web pages these are links okay اني اخذ اعملهم modeling واطلع الimportance تاعهم again هاي some equation يطلع معي رقم اللي هو الimportance factor هاي عبارة عن model لهذا الاشي تمام واضح guys واضح واضح الاشي واضح just أنا بحب هذول الاشي احكيهم ليش مشان الطلاب ما يحسوش انه احنا بندرس probability عبثا خليني أعطيكم مثال ثاني كلكم تستخدموا الإيميل أوكي والإيميل فيه السبام فلتر أمنيتنا إنه السبام فلتر أجين ليش هون probability لأنه أجين هون نرجع هون مش دائما أنت الريزلتس أجين مرات أنت بتحتاج تروح أجين بكونوا في أول صفحة فيها 10 أوكي مرات بتحتاج تروح على الصفحة الثانية أو على الصفحة الثالثة ف this doesn't work 100% مش شرط الإشي الimportant إلك رقم واحد ممكن يكون رقم 9-8 مرات ممكن يكون رقم واحد ف again هذا السيستم again مش deterministic system وإنما بيدخل فيه probability كثير نفس الإشي الإيميل اللي بيستخدم الإيميل في عندنا spam filter إنه الإيميل اللي هم spam بيجي بعملهم filtering أوكي ف أمنيتنا إنه السبام فلتر هذا يشتغل 100% أكيرت 100% ومع ذلك ما بيشتغلش إشي زي هيك بس مثلاً بيشتغل 90% 95% which is يعني إش كويس إلنا فبيفلتر لك 95% من الإيميل ومع ذلك مرات بتيجي على إيميل بكون سبام وجايك على الإنبوكس أو إيميل مهم جداً زي الإيميل بيجيك من الدكاترة تاعونك من المشرفين تاعونك أوكي وبروح على السبام فدائماً بحكي للطلاب إيش لأنه دائماً الطلاب خصوصاً بأخذ عندي مشروع تخرج دائماً عذرهم الاكسكيوز تاعهم انه دكتور ما شفنا الايميل تاعك او اذا بدي من طالب شيء راح على السبام دائما بحكي للطلاب within يعني
كل يوم كل يومين طلع على السبامز ممكن تلاقي ايميل امنيتنا انه يشتغل 100% بس اجين هذا الشيء ما بيشتغل 100% كيف هذا بيشتغل السبام فلتر اتس الجوريثم اتس سوفت وير اتس بروجرام بيجي الايميل فبيطل على السبجكت لاين بعدين بيطلع بيطل على مين السندر بعدين بيطلع بياخذ البادي تاع الايميل الحكي اللي موجود بالايميل بعدين هذول الحكي اتس تكست بيحوله لأرقام بيدخله على فانكشن بيعمل له مابين لأرقام وبيطلع معه رقم وهذا الرقم بتوين الزيرو والواحد وبعدين شو بيجي بيعمل بيقرر في عنده ثريشولد مش شرط 50% خلينا نحكي انه 70% اوكي اللي هي يعني 0.7 اذا الرقم طلع 70% واقل بكون سبام اذا طلع من 70% لل 100% اللي هو again فاجين عندي ال 0.0 وهون ال 1.5 بعدين هون 0.7 إذا الرقم طلع عنده كيف هذا الرقم بطلعه again هاي secret recipe شو يعني secret recipe أوكي اللي هي الخلطة السرية للسبام فلتر من شركة لشركة ثانية أوكي فبيأخذ الإيميل بعمل منه بطلع منه آخر إشي رقم حسب subject line حسب السندر حسب الكونتنت فيه صور ولا ما فيه صور فيه لينكات ولا ما فيه لينكات مثلا اذا طلع بين الزيرو وال 0.7 بعتبره سبام 0.7 للواحد بعتبره مش سبام اوكي اجين وبيعتمد على بيز طلع بيز ليرنينج ميثود اجين ذس از بيور بروبابيليتي هلا ما تخافوش من الايكويشنز اللي هون يعني طلع هذا الرقم اللي بحسبه بيطلع بين الزيرو وال 1 تخافوش من الاشياء هون اوكي طلعوا معادلات معقدة خصوصا هنا أوكي وهذا إشي زي هيك بس هذا اللي رح نيجي نفهمه إيش طول الفصل نصير أتليست نفهم هذا الإشي طلعوا guys يا أكيد مش 0.7 هيهم الأرقام طلعوا هلا بعتبره spam وبعتبره ham اللي هو عكس spam وانشور شو يعني انشور حتى الألغوريثم تيجي بتحكي يعني بالجري اريا لا هو بلاك ولا هو وايت اوكي فاجين هذول كيف مجزئين من 0 ل 1 مجزئ ثيتا 1 اللي هي 0.5 فاجين من 0 ل 0.5 هذا اكيد سبام 0.15 من 0.9 للواحد اكيد هذا مش سبام اللي هو الهام وهي اللي هي الجري اريا هلا الجري اريا يعتبره اما هو اخر شيء لازم يعتبره هون ولا هون هلا شو بعتبره again it depends على الالجوريثم بس هون رح نيجي again على الالجوريثمز نيجي نحكي مثلا CDF رح نيجي ندرسها بشابتر 2 رح ندرس مش رح نيجي ندرس الكاي سكوير ديستريبيوشن رح ندرس ديستريبيوشنز ممكن يكونوا قريبين ممكن يكونوا بعيدين من الكاي سكوير بس again طلعوا السبام فلتر it's pure equations البروبابيليتي بتدخل فيه وين البروبابيليتي this is probability واضح؟ again هذول عبارة عن هذا التخصص تاعنا again هذا التخصص تاعنا algorithm software spam جوجل كيف بيشتغل networks web again طلعوا هذول كلهم system pure probability okay قبل ما أروح على example الثالث guys هلا I hope إنه كلكم سمع بالterm AI This is gonna, مش this is gonna, it is the science of the future. اللي هو artificial intelligence, الذكاء الاصطناعي. اوكي؟ هلا بعدين بصير اللي بعرف AI واللي ما بعرفش AI زي اللي هلا بعصرنا اللي بعرف يكتب واللي ما بعرف يكتب. اوكي؟ او اللي بعرف يستخدم الانترنت واللي ما بعرف يستخدم الانترنت. وعشان هيك باجي بحكي لكم اذا في عندك كورسات اللكتف بعدين راح تاخذهم في كورس AI لازم تاخذ. This is again gonna be the future of everything. The AI, the artificial intelligence, الذكاء الاصطناعي, internally مبني. It's about إيش probability. It's about base inference. بنسميها base inference. Base إيش inference or base theorem. راح طبعاً إحنا نغطي هون ال basics تاع ال base theorem. But it is the AI مبني كله. على إيش؟ it's كله عبارة عن إيش؟ probability طبعاً الـ AI أو بيحكوا الـ machine learning machine learning
تعلم الآلات. This is probability. أوكي تمام؟ هذا pure probability. Again, again, هذا ما حدش بيجي بحكي إنه هذا مش مهم أو مش مهم. Again, these are system اللي internally are built with cash probability. أوكي؟ الإكزامبل الثالث اللي هو all about simulation. Simulation اللي هو محاكاة. Again, نأخذ real life system ونحاكي البروسيس تاعيته بال simulation, computer simulation. طلعوا guys هلا أوكي؟ فني أرجع هون. Again, this is إيش عبارة عن scar. Okay, simulation. Okay, شو يعني simulation؟ هلا هاي guys عملوا هون simulation. لا هاي لما كان السواين فلو اللي هو إنفلونزا الخنازير. Again, هاي خارطة الولايات المتحدة. طبعاً هلا الولايات المتحدة من ناحية كورونا فيروس أسوأ ممكن أسوأ دولة تعاملت مع الكورونا فيروس. أوكي تمام. هلا هاي أيام السواين فلو الإنفلونزا الخنازير وكيف سيطروا عليه. عملوا studies. Again, هاي فرق بين إنه يكون في leader للcountry بيفهم بيهتم بالساينس على عكس leader اللي هو اللي موجود حتى إيش it denies بنكر. أول إشي أكيد منكر اللي هو الكورونا فيروس، منكر المشكلة الثانية اللي هو الجلوبال وورمينج، وبحكي عن الساينتست أجين إنهم ما بعرفوا شو بعملوا. أوكي ففي فرق بين ما يكون ليدر بيهتم بالساينس أوكي وبأخذ الداتا من الساينس تو مشان يعمل ديسيجن بيس على ذات. هلا هون شوفوا إنه كيف بالألفين إنهم سيطروا على السواين فلو لأنهم عملوا استدي إشي زي هيك. فهي خارطة الولايات المتحدة، هذول الأخضر السكان كيف موزعين هناك. أوكي أوكي وشوفوا هون المنحنى إنه كيف شو اللي بيصير. أوكي شو اللي بيصير هلأ راح تشوفوا هون في عندنا إيش راح يكون، راح يتحولوا بعض الدس لأحمر اللي هم المصابين. أوكي أوكي وهاي الديز من أول ما يبلش الوباء ينتشر عن التم. أوكي أو الأصفر، أول إشي ببلش بالأصفر اللي هم هذول طلعوا. ليش صار هون عسري؟ هذول بيعرفوا إنهم هذول المطارات عندهم، فهون رح من هون رح ينتشر الوباء. أوكي فمثلا إذا بدهم يعملوا حجر ما بروح بيعملوا حجر للناس اللي هون لأنه ما في إله فاليو، فبروحوا بيعملوا حجر أو أماكن فحص هون. أوكي واضح. وهاي طبعا كيف مثلا بده ينتشر للناس كلها أجين اللي هو هون إنه يصير عندهم المناعة المكتسبة أو مناعة القطيع أو إشي، وكيف بعدين إنه رح الناس ترجع تتعافى. هلا طبعا في أوكي بدول ثانية عملوا أو حتى بأمريكا عملوا سيميوليشن لل مش للسواين فلو وإنما الكورونا فيروس they do. أوكي وحتى وريت زملائكم الفصل الثاني الماضي أول ما وقفنا وصرنا نبلش نعطي أونلاين وريتهم. هلا بحط لكم اللينك لإشي زي هلا سيميوليشن. هاي كلها هاي الأمور عبارة عن probability. أوكي فبتيجي بتحكي عند probability إنه هذول البيرسنتج من الناس اللي راح ينصابوا وكيف التحرك تاعهم وكيف راح ولمين راح ينشروا للمرض. This pure probability. فجاه هلا guys studies like this this is مش game this is مش toy وإنما هاي عبارة عن شو؟ هاي عبارة عن scientific إيش studies بيجوا بأخذوها وthey based decision بصير decision عن التوم بيس على أشياء زي كده. أوكي هاي just examples اللي هم أربع examples. Google page rank وقرأوا عنه. أوكي حط ال أوكي بقيت راح تشوف أنتوا الفيديو أجين حط لكم تحت زي هنا حط لكم تحت exactly إذا بتحطوا بس Google إشي زي هيك بطلع لكم هذا الإشي. كمان إنه هون هاي السورس الويكيبيديا بس حطوا له جوجل بيج رانك بطلع لكم هذا السورس اقرأوا عنه كيف هي موجودة أو هاي السورس لهذا الإشي. إنه again this is again this is عبارة عن paper but كل السبام فلترز هيك بيشتغلوا internally. أوكي تمام guys فأعطيتكم أربع examples على computer systems the probability is كلهم دي أصلا السيستم it's all about probability. الكور ستون تاعه is probability اللي هو جوجل بيج رانك السبام فلترز الاي اي. اوكي ما حكيناش عنها والمشين ليرنينج اي ام نوت اكسبيرت ان ذا. اوكي قلت لك جايز انا بشجعكم تاخذوا كورسات الكتف شيء زي هيك ويو ابريشيت الاشياء هاي. اوكي وبعدين اللي هو فكره السيميوليشن
والمحاكاة. Again مثلا الناس حتى بيجوا بيحاكوا انه بيعملوا سيميوليترز لفلايت سيميوليترز مش الجيم، وانما الطيار اول ما يدربوه ما بحطوه هوش في طياره بقولوا له او جنب طيار وفيك الطياره بتطير، وانما بحطوه بفلايت سيميوليتر. اوكي هلا هناك بكون الانبوتس للفلايت سيميوليتر من حركه الرياح من الاعطال اللي بتصير، هاي كلها بروبابيليتيز. اوكي تمام. I hope I hope I hope الآن I motivated you إنه or إيش I delivered the message why we study the probability. Again it is not عبثا، وإنما again بتفيد التخصصات تاعتنا. Again اللي حتى اللي بدرسوا مثلا security جزء من security. أوكي أوكي let me share new thing اللي هو بدي أعمل sharing. مثلاً بالسيكوريتي في عندنا موضوع مهم جداً اللي هو موضوع مهم جداً اللي هو الريسك أناليسس. أوكي أنت تكون كامباني مسؤول أنت السيكوريتي جاي بالكامباني عضيك لازم تعمل ريسك أناليسس. الريسك أناليسس is all about probability. أوكي تمام guys. أوكي هلا ضايل معنا 3 دقائق. اوكي تمام. فمش عارف اذا بدي افوت بالاكزامبل هذا. اوكي بس خليني اوقف هون. I talked a lot. اوكي but this is not waste. اللي ايش اللي حكيته it's not waste of time. يعني هلا اللي حكيته هذا عن القصص هذول or systems هذول اهم من انه نيجي نحل examples كثير بالكورس. أجين أحل لكم إياهم أنا، يعني لو إنه بدل ما يكون عندي 5 examples أحل لكم 1 و4 أنتوا تحلوهم عادي، مقابل إنه أحكي لكم هاي الأشياء أنا هاي اللي بعتبرها أهم بالنسبة للطالب، إنه مش this is course آخر إشي أخذ فيه 50 وأطلع منه. Let me أوقف هون. Okay sit on my coffee وأشوف إذا أنتم guys please comments or questions على الأشياء هاي اللي حكيتها. Yes guys yes. في questions في comments على الأشياء اللي حكيتها؟ ما حد okay ما حد في عنده أي شيء؟ Please guys قولي. دور الـ AI كيف مبدأ عملها أو شو في شيء بيشبهها من تخصصاتنا؟ اوكي التخصص التخصص تاعنا الاي اي. اجين هلا بعرف ايش عبد الرحمن بتدرس انت هندسه كمبيوتر ولا هندسه شبكات؟ جبريل بدرس هندسه حاسوب. عفوا جبريل. اوكي جبريل هندسه حاسوب. يس هلا بالسنه الخامسه في كورس الكتب مش دائما بنطرح. اوكي اتس هلا نازل اي اي بعطي زميلي اور احد الطلاب اللي هو انس بصول. يس هلا نفس الشيء احنا عندنا بالديبارتمنت اللي هي نتورك انجينيرنج اند سكيورتي الدكتور عمر بني ملحم على الفصل الثاني اعطى كورس اباوت اي اي اور ماشين ليرنينج. اجين ها مش شيء اجين له علاقه اتز التخصص تاعنا. هلا بدهم يعملوا باي ذا واي بالكليه درسوا الموضوع بدهم يعملوا بروجرام جديد الطلاب ينقبلوا السنه الجايه تخصص تاعهم يكون اي اي. بس اجين هلا عشان هيك شو باجي بحكي لكم اجين بيكوز اجين ما أنا ما بقول لكم روح غير التخصص تاعك وغلط إشي زي هيك. هلا أنا بتكوش تعرفوا وجهة نظر إنه فتح تخصص AI صح ولا غلط. أوكي بغض النظر. أوكي بس بحكي لكم إنه لازم تأخذ إذا تقدر تأخذ كورس أو أكثر من كورس مختلفات على الماشين ليرنينج خذه. It is about إيش إنه systems تبني systems بيستخدمه إنه يكون تدخله big data. Again هذول كلهم لهم علاقة ببعض اللي هم data science وهذا أكيد لازم هذول سامعين أنتوا فيهم data science ال big data ال AI هذول لهم علاقة ببعض مش نفس الشيء طبعاً وال machine learning هاي AI versus machine learning. هلا إن يكون عندي system طبعاً انتهت المحاضرة. اوكي جايز اللي بده يغادر بامكانه يغادر فاين اللي هي وونتس تو ستيك اراوند جاست انه دقيقه تو راب ثينجز اب. اوكي يضل غير هيك يعطيكم العافيه ان شاء الله بعد بكره راح ويل جو اوفر الاكزامبل ال 1.32. اوكي هلا الاي اي بتعطيه داتا
again كيف again just احكي لك كيف مبدا عمل الاي اي exactly. كيف الطفل الصغير بيطلع على الدنيا he doesn't know anything, بعدين بصير ياخذ inputs من اهله ومن الانفايرمنت تاعته من المجتمع تاعته, بعدين بصير يعمل decisions based على الشيء اللي تعلمه. هلا فكره الاي اي اي اور الماشين ليرنينج اتس اكزاكتلي نفس الشيء, انه يكون في عندي algorithm بالسوفت وير اتس بيور equations, والequations هذول عباره عن probability, كل probability اجي ادخل لها داتا واجي احكي له هاي الداتا انا بكون اكزاكت كانه اجين اتس ماشين ليرنينج, كان بعلم ايش الالجوريثم هذا, باجي بحكي له هاي الداتا اذا اجاك الايميل هذا عباره عن سبام, اذا اجاك هذا مش سبام, هذا سبام هذا مش سبام, يعني بعطيه مثلا فور اكزامبل 10 ايميلز اور 100 ايميل سبام 100 ايميل مش سبام, باجي انا بحكي للالجوريثم هاي هذا سبام هذا مش سبام هذول. هلا باجي بدخل له انبوتس جديده, بدي الالجوريثم هاي بيس على الاشياء اللي مر عليها اوكي يعرف انه سبام ولا مش سبام. This is again مش exactly شيء زي هيك, but something in conceptual where this is the machine learning how it works. واضح جبريل؟ واضح؟ يس يس. بس again بس guys هذا again ممكن هاي مش راح تسمعوها مني بعدين, مش ممكن ما تاخذش معي مواد بعدين, بس حط ببالك دائما انه كورس زي الاي اي زي المشين ليرنينج بالديبارتمنتس مثلا بالسوفت وير بالكمبيوتر انجينيرنج او عندنا جايز حاول انك تاخذه اتس غانا راح يفيدكم بالمستقبل. اجين هي هلا احنا تخصصنا سكيورتي, بس اجين هلا الانتي فايروس اللي على الجهاز تاعك ها بنسميه سيجنتشر بيست انتي فايروس, وهذا تقريبا دقة قديمة وما بيشتغلش صح. هلا next generation antivirus اللي هو راح يكون it is based على إيش مش behavioral, بعمل behavioral analysis اللي هو بجزء منه كبير machine learning و AI. again تخصص تاعنا يكون إنك تعمل antivirus. again فال newer generations لازم راح يكونوا based على AI. بس دكتور سؤال أخير تنصحك قبل ما الواحد يتعلم AI يتعلم probability طبعاً و algorithms بشكل عام؟ This again this is your life. هلا algorithms وإنك تكون professional C++ Python أشياء زي هيك, this is your life. again يعني فيش مهارة, again this is your career, this is your profession. okay تمام, شكراً دكتور على النصائح. يعطيك العافية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, بشوفك إن شاء الله بعد. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك.